السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إحنا دلوقتي في على منصة الرواق، أو أنت بتتفرج على اليوتيوب. إحنا المفروض إن إحنا دلوقتي في كورس ماتلاب نيميريكال أو الرياضة العددية الجزء التاني. كان الهدف إن هو يكون أكتره عن التفاضل، لكن اول درسين قررت ان انا ابدا فيهم في حاجه بعيده عن التفاضل، بس ان انا استعد يعني مقارنه تنشيط لساكره تسخين سميها زي ما انت عايز. الدرس دوت هنتكلم عن عندنا معادلتين في مقولين، بس المعادلتين دول خير خطيتين. ازاي نحل سيستم من معادلات الخير خطيه؟ سؤال حلو. نبدا اسف ايوه ان هو دوت هيبدأ عند اكس اف اكس اكس نص اكس نص اكس نص. عندنا تلتين، اتنين في اكس اتنين اكس اتنين اكس واحد ناقص اكس اتنين اكسبوننشال. معادلتين اهم، والاكس بتاعتهم عند نص ونص. حلو، تعالوا نكتب ادي المعادلتين اهو، هنكتبها في تله جديده كنترول سي مع فانكشن سيف. بس الاول احنا عايزين نشوف طريقه الرسم. حلو، طريقه الرسم احنا قلنا ان هي عند النص، يبقى نبدا من الصفر زائد واحد من مية الى واحد. اكس بيساوي اكس واحد اكس اتنين بيساوي مش كريت اكس واكس. ايه امره مش كريت؟ امره مش كريت. ادي مثلا ادي اكس من صفر لمية، اما اجي اعمل مش كريت فهو بيعمل لي مصفوفة. هو في الواقع المفروض ان مش كريت بيكون ما بين مصفوفتين، او بالادق مش مصفوفتين، متجهين، متجه طولي متجه رأسي، مش هيفرق كتير. ليه بنعمل المتجهين دولت؟ علشان اعمل مصفوفة مربعة ناتج مصفوفة مربعة كلهم بيكرروا نفس المتجهين. في المصفوفة الاولى بيكرروا افقي، المصفوفة التانية بيكرروا رأسي، بحيث ديت بنقول واحد في مية وواحد، وديت مية وواحد في واحد. احنا هنشيل الواحد، انا عايز المصفوفة الجديدة يكون طول مساحتها حجمها عدد صفوف المصفوفة الاولى في عدد احكام المصفوفة التانية، طالما ان مفيش منهم واحد. مثال ادق، لنقرأ ان واي بيساوي واي واحد مسافة اتنين، ستة بيساوي تلاتة أربعة خمسة، واي واحد واي اتنين مش جريت، واي وستة. الأولى اتكررت واحد واتنين، لأن عايز أخلي الواي تتكرر، فكررتها تلات مرات. التانية تلاتة أربعة خمسة كررتها مرتين عمودي، واحدة صفوف واحدة عمود. ايه الفايدة؟ ان الواحد بقى مرة مع التلاتة، مرة مع الاربعة، مرة مع الخمسة، الاتنين مرة مع التلاتة، مرة مع الاربعة، مرة مع الخمسة. دوت بيسمح ان كل عنصر في المصفوفة الاولى هيضطرب او هيتأثر في المصفوفة التانية، وكل عنصر في المصفوفة التانية هيتأثر بكل عنصر في المصفوفة الاولى. لو احنا عايزين نعمل عملية كمع ضرب قسمة وضرب اي عملية في التاريخ، بدل ما نعمل لوبين جوه بعض، احنا هنخلي ديت تعمل لنا القبر، تعمل لنا مصفوفتين كبار نتحكم بيهم. سي نرجع تاني للاكس واحد والاكس اتنين. قلنا الفانكشن بتاعتنا اهي اتنين اكس واحد ناقص اكس اتنين ناقص اكسبوننشال اي اس ناقص اكس واحد واي وان بيساوي اتنين في اكس واحد ناقص اكس اتنين ناقص اكسبوننشال
ناقص اكس واحد واي تو ناقص اكس واحد زائد اتنين في اكس اتنين ناقص اكسبوننشال ناقص اكس اتنين. دلوقتي احنا دلوقتي في مصفوفة ثلاثية الأبعاد، فلو انا رسمت اي رسومات مثلا المش مش اكس واي واحد اكس واحد واي اكس اتنين واي واحد هيديني كده. لو انا عملت مش وبعد كده اكس واحد اكس اتنين واي اتنين اعتقد ان هيديني ايرور صح. اوكي هولت اون حدد لي فين التقاطع، فين خط التقاطع؟ مش موجود، مش هنعرف نجيبه، احنا مش هنعرف نشوف حاجة من هنا، لكن هنعرف نشوف حاجة من حتة معينة من فوق. برضو مش هنعرف نشوفها من فوق، احنا هنشوفها من حاجة بسم الله كنا سايبين نسميها، هو المفروض ان هي ناصر العلوية صح؟ تقول سرير بيت ثانية عشان تعمل بيت ثانية. طب لو احنا عملنا كونتور اكس واحد اكس اتنين واي واحد هنلاقي خطوط. الخطوط ديت بتتقطع في مجموعة نقاط، ده الكونتور بتاعنا، وهنا نقاط التقاطع. النقاط اللي عندها الواي واحد بيساوي واي اتنين، دي طريقة. في الطريقة التانية الواي واحد أكيد أكيد هتكون هي هي واي اتنين، فلو أنا عملت ديف اكيد لما اجي اعمل طرح ما بين الاثنين هجيب الزيرو. قبل القيم المحتملة ان الرو والكولوم بيساوي اصفار، بس واحد اصفار كلها تقريبا ما بين الواحد والتسعة وتسعين. واحد من لا سواء حصلت غلط بسم الله. ما المهم نرجع تاني للأساس بتاعنا، قلنا ان الكونتور في طريقة تانية السيرفس برضو المنطقة المصللة ديت هي ديت منطقة الأصفار الأصلية، هي منطقة هي منطقة الحل. احنا عايزين نقطة من النقطة من المنطقة ديت بتؤدي إلى الصفر والصفر. عايزين نحلها بالماتلاب، نكتب الفانكشن بتاعتنا في مصفوفة مكان خارجي ونحفظها على أي وضعية بنكتبها زي ما احنا متعودين دايما. نخلي المعادلة بتساوي صفر، يعني تيت بيساوي تيت نخليها كلها بتساوي صفر، الصفر في طرف وتوت في طرف. نحط مكان البدء، هو بدأ من سالب خمسة لسالب خمسة. هو هنا عمل علشان تبين الايتريشن بتقوم بتلعب في الاوبتيمم اوبشنز. ان احنا هنبدأ من سالب، هو بدأ من سالب خمسة لسالب خمسة، سالب خمسة للاكس سالب خمسة للواي. احب انبه فاصلة منقوطة لان هو فاصلة منقوطة. تعال نشوف لو ايه اللي يحصل لو احنا عملناه فاصلة عادية.
ما فيش اي مشاكل، كويس. ايوه موجود في الجهاز، مفيش مشاكل. كابلك الاكس بتاعتك والفي فايل بتاعتك سواء بصفر. طب لو احنا بدأنا على قيمة تانية سالب 5 مثلا، خليناها صفر، كانت برضو اعتقد ان احنا كانت عند نفس القيمة، تمام، بس قربنا من الهدف فالترانسليشن راديوس قلت. اللي احنا استفدناه من درس النهارده، استفدنا قابلية جديدة للأمر اف سولف، ان احنا ازاي نخليه يحل اكتر من معادلة. طبعا كل ما زاد السيستم، كل ما زاد عدد الانبوت، كل ما زاد الوقت، كل ما زاد الترانسليشن، كل لو انت عايز ترسم في الاف سولف في طرق تانية ان هو يوريك الاوبتيمال كيس، مثلا الانحدار بتاعتها لحد ما يوصلك للقيمة اللي انت تريح فيها. طبعا انا بشغلي بسبب الاوبتمايزيشن، فمش بعتمد على الامور ديت بقدر ما بعتمد على معادلات تانية البحث العشوائي، لان دي بتبقى صعبة اوي في الاوبتمايزيشن لما بتتعامل مع 16 انبوت. لكن عموما بسم الله الرحمن الرحيم، فامر اف سولف دوت امر مش بس بيحل معادلة واحدة، بحل لك سيستم. كل ما في الامر انت بتشوف ازاي بيستفيد منه. طب لو احنا عايزين نعمل كده حركة سريعة، احنا قلنا ان الاكس خلي مثلا الاكس من صفر لواحد بزيادة 1/10، اكس واحد اكس اتنين بيساوي مش كريت اكس واكس، اوكي، واي واحد بيساوي اتنين في اكس واحد ناقص اتنين ناقص اكسبوننشال ناقص اكس واحد، واي اتنين بيساوي ناقص اكس واحد زائد اتنين في اكس اتنين ناقص اكسبوننشال ناقص اكس اتنين. جميل. احنا عايزين النقطة اللي عندها اكس عندها الواي واحد والواي اتنين متكافئين. لو انا عملت سيت بيساوي ابس واي واحد ناقص واي اتنين وقلت سيت كل القيم الاكبر من اللي نقول مثلا في الحالة بتاعتنا هنخليها واحد يساوي نون، مش اكس واحد اكس اتنين ثابت. ادي نقاط الحل اللي عندها الست اقل قيمة اقل من الواحد، اما القيم التانية التأخيرة ديت فانا مسحتها. شوف ست، لما نيجي نعملها في نقطة قبل الصفر اللي هي عند واحد وواحد مثلا، ادي اكس واحد عند الواحد صفر، عند الاكس اتنين صفر، عند الصفر والصفر اما كده عوضنا وهو حاجة طبيعية لان هيكون اكسبوننشال ناقص اكسبوننشال فبيبقى واحد، فديت فانكشن عند الاكس. لكن لو احنا عوضنا بعد اف صفر وصفر، اسف ماي فان، صفر وصفر، 60 سالب واحد وسالب واحد، عوضت. الهدف من البتلة بتاعتنا ان هي تجيب الاف اقل قيمة اللي هي الصفر، مش قيمة متساوية. الفانكشن بتاعتنا بتخلي الاف السيستم كله يتجه الى الصفر، مش يطلع القيمتين صحاح. فعشان كده الدالة ديت دالة الرسم بتجيب لي كل مناطق الرسم. لو انا عملت كونتور للست، كونتور للاكس واحد واكس اتنين وست، ده السيستم بتاعي. المربعات هي المنطقة اللي فيها البيكسل اللي فيها القيمة، الفراغ الابيض دوت طنن
اعلى قيمة معاملها 7 من 10، اقل قيمة 1 من 10. طبعا لو انا خليت الاكس بدل من 0 لـ1 هخليها من 0، هخليها من 0 لـ1 بس، هخلي بدل من 1 من 10 هخليها 1 من 100 وعوض فين هي؟ بقى الخط يوض مستحيل تاد من 1 من 10 لـ9 من 10. احاول نقلل 6، اخليها 6 اكبر من 5 من 100 او ربع او ربع، واعمل كونتور الخط قل، البيكسلز قلت. طبعا الهدف بتاع الماتلاب ان هو يجيب لك الواي اللي عند الواي 1 والواي 2 بيساوي 0. ف اما الامر اللي انا وريته لكم، الرسومات اللي انا وريتها لك ديت عزيزي المشاهد، فتوت اللي عندها السيستم اكس الفانكشن الاولى والفانكشن الثانيه مساويين، مش الفانكشن الاولى والثانيه بيساوي صفر، مساويين ويساوي صفر، ديت الرسم بحيث ان هو مساويين تماما. طبعا لو عملت مش ست هتلاقي تقاطيع، طبعا عشان تفتح التقاطيع ديت لازم اهو يا رب يكون الدرس عجبكم وانتظار اسئلتكم.